حل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد بولاية وهران في زيارة عمل، أين حضر لقاء مع رؤساء الرابطة الرياضية واستمع إلى انشغالاتهم وتدخلاتهم، وحثاهما بالمقابل على ضرورة الوقوف جميعا من أجل إنجاح الألعاب المتوسطية. كما كرم الوزير قدماء اللاعبين والرياضيين بالولاية. والتغطية لياسين راشي. هذا اللقاء اللي نظمناه الآن في ولاية وهران في إطار التحضير إلى إنجاح الألعاب، وهو في إطار عملية كاملة بداتها السلطات العمومية بداية من تهيئة الهياكل والتحضير الرياضيين. الآن بدينا كان عندنا هذا اللقاء هذا مع الرياضيين والنجوم اللي صنعوا الرياضة في وهران الكبرى، واللي من شأنهم أنه يكونوا معنا كشريك أساسي في إنجاح الألعاب البحر المتوسط، وأيضا لدورهم الفاعل في تحسيس المجتمع المدني والساكنة في ولاية وهران من أجل انخراط في المجهود الوطني لإنجاح هذه الألعاب.